أهلا وسهلا فيكم، معكم نريد تعرابي. رح نحاول ندرس مع بعضنا واشرح لكم أسئلة النظري لامتحان شهادة السواقة بألمانيا بس باللغة العربية. نحن عنا 1100 سؤال تقريبا. هال 1100 سؤال، لكل سؤال له 3 احتمالات. نحن رح نحاول ندرس الاحتمالات حتى لو كانت خاطئة نعرف إن هي ليش خاطئة، ونختار الأجوبة الصحيحة، ولازم إنه نكون حفظناها وفهمناها لحتى بالمستقبل بإذن الله نعرف، يكون عندنا علم بالقوانين وبواجباتنا يعني لتجنب الحوادث المرورية وتجنب الاصطدامات والمخالفات وتجنب أي شيء ممكن يأثر على سلامتنا وعلى سلامة الآخرين. هلأ رح نبدأ بأول أيقونة بالنسبة للأسئلة. ماذا تعني السياقة الوقائية؟ السياقة الوقائية يعني أنا بدي سوق منشان بدي أقي نفسي والآخرين من أي حادث، من أي مخالفة، من أي خطر. توقع أخطاء الآخرين، لازم إني أنا وقت اللي بدي سوق أتوقع إنه كل اللي حوالي ما يعني كل أي سائق آخر ما عنده دراية بالقوانين منشان أنا أتجنب الحوادث المرورية. التوقف عند كل تقاطع من باب الاحتياط. هلأ هون هي الإجابة خاطئة، بس أنا من باب الاحتياط عند كل التقاطع هي لازم بشكل أبد يعني بشكل دائم إنه نوقف لبضع ثواني عند كل تقاطع، حتى لو كان أولوية الطريق إلنا، حتى لو كان اليمين مفتوح، حتى لو هيك، إلا إذا وقت بكون شطب أو كذا فالمفروض أنا وقف وأعطي أولوية لغيري هالأمور. هذا جواب هون يعتبر خطأ. عدم التمسك بالحق الشخصي، يعني وقت اللي بدي الاقي انا الطريق الي وسائق اخر طلع على اليمين او طلع من مفرق على اليسار، فانا بقول الطريق الي وتسبب بحوادث اصطدامات مروريه، طبعا هذا الشيء لا، بتنازل دائما عن حق الشخصي في سبيل الحصول على سلامتي وسلامه الاخرين وتجنب اي خطر يهدد اي انسان. خلصنا السؤال الاول، بنجي للسؤال الثاني. ما الذي يمكن أن يتسبب في حوادث اصطدامات خلفية؟ الحوادث الاصطدامات خلفية يعني بقولوا بتجي السيارة ضربت السيارة من جهة الأضوية الخلفية أو الباجاج أو هيك، فرملة قوية غير متوقعة أكيد. هاي إذا السيارة قدامي فرملت بشكل مفاجئ وأنا كنت على سرعة فأكيد بدي اصطدم بخلفها. تزاحم شديد للسيارات، سيارات وراء بعضها، المسافات أمان قليلة بيناتنا نتيجة التزاحم فبيؤدي لاصطدامات خلفية. عدم الانتباه، هذا أي شيء ما لنا منتبهي له بأي مجال أكيد بده يؤدي لحوادث مو بس الاصطدامات الخلفية. هلأ صحيح، نجي على السؤال الثالث. ما هو التصرف المثالي من أجل قيادة ذات رؤية مستقبلية؟ أنا هلأ بدي قود وبدي أتوقع من الآخرين كيف بدهم يتصرفوا، مو معناتها بالمستقبل يعني شو الشيء اللي ممكن يصير أثناء القيادة. أقتصر في مراقبة السير بالطريق قدر الإمكان على السيارة التي تسير أمامي فقط. أنا ما بدي راقب السير بس للسيارة القدامي، عندي حركة مرور على اليمين على اليسار بالمرايا هذا الشيء وأمامي وفقط، لا غلط. يكون رد فعلي بشكل مبكر قدر الإمكان على التغيرات المحتملة في حالة السير. أنا رد الفعلي أني أنا تصرفي لازم يكون بشكل مبكر وبديهي وسريع، يعني مثلا نزلت قدامي كرة كيف المفروض فرمل بشكل مفاجئ، طلعت سيارة من مفرق على اليمين كيف لازم أنه أني أتجنب أي حادث، فيكون بهالحالة رد فعلي بشكل مبكر أكيد. وحاول التعرف بشكل مبكر قدر الإمكان على نوايا المشاركين الآخرين في طريق السير، طبعا اني انا مثلا شو اللي ممكن انه يصير، شو ممكن انه نساوه، هذا الشيء المفروض فورا ذهنيا اقوم فيه من اجل سلامتي وسلامة الاشخاص الاخرين. صحيح. نجي على السؤال الرابع. انت تقود سيارتك داخل المجال الحضري خلف سيارة تحمل لوحة أرقام لا تنتمي إلى هذه المدينة، ما الذي يمكن أن يحدث؟ أنا ماشي سيارة وراي، لوحة الأرقام تبعيتها ما أنا تابعة للمدينة، فشو أنا ممكن أني أتوقع منها؟
هلأ هو ما في عنده سائق جديد بمدينة جديدة، لا عنده دراية عن التقاطعات ولا عن الشوارع الفرعية ولا عن أي شيء، فسيفرمل بشكل مفاجئ أكيد لأنه ما بيعرف. سيتأخر في تشغيل الوامض الضوئي قبل الانعطاف لأنه جديد عن المنطقة ما كذا. سيتوقف بشكل مفاجئ ليستعلم عن الطريق كمان لأنه ما عنده دراية أبدا بالطرقات. فبهالحالة الثلاثة هدول ممكن أنه نصيره مع شخص جديد بمدينة جديدة عم بسوق فيها. ما هي العراقيل التي يمكن تجنبها في حالة انسياب حركة المرور؟ أنا ماشي والمسارات والشوارع يعني السيارات على المسارات ماشي وكذا، شو هي العراقيل؟ توقف المحرك، ممكن ينطفى معي موتور السيارة، هاي لازم اتجنبها. توقف بسبب نقص الوقود، أكيد هاي لازم أنعبي البنزين للسيارة قبل ما أطلع. قيادة السيارة ببطء دون وجود أي سبب يستدعي ذلك، يعني وقت بكون الطريق قدامي مفتوح وإله عدة مسارات وطريق خارج مناطق حضرية، فأنا وقت بسوق ببطء بدي بهالحالة هاي إني بدي أدي إلى اصطدامات، بأدي لعرقلة سير، كمان هذا الشيء لازم إني أتجنبه. نجي للسؤال السادس، لماذا لا يسمح بقيادة السيارة بسرعة منخفضة عندما لا تستدعي الضرورة لذلك؟ أنا ما لازم سوق سيارتي بسرعة منخفضة وقت ما بدي يكون في ضرورة لذلك. ليش؟ لأن هذا الأمر يزيد من خطر وقوع حوادث اصطدامية خلفية. صحيح، لأنه ممكن أنه تسبب بحوادث اصطدامات خلفية، لأن إذا كان في طرقات خارج المجال الحضري 130 كيلومتر بالساعة، في عنا 100 كيلومتر بالساعة، فإذا أنا أخذي والله ماشي بسرعة 50 فهذا الشيء أكيد رح يسبب حدوث اصطدامات خلفية. لأن هذا الأمر يدفع السائقين القادمين من بعدك إلى تجاوزك بشكل خطير، طبعا لأنه كلهم صاروا بدهم يتجاوزوني، فأنا هون بهالحالة كمان عملت يعني صار عرضت الآخرين لخطر وتلبيك بالسياقة. لأن هذا الأمر يتسبب في عرقلة حركة السير، إيه طبعا أنا ماشي قديم يعني بتصير في عرقلة بحركة السير، ما رح تمشي بشكل انسيابي وبشكل طبيعي وضمن القوانين تبعية السير. هلا نتأكد منه إذا صح. ما ما الأشياء التي يمكن أن تتسبب في حدوث خطر ما؟ شو هو الشيء اللي ممكن أنه يسبب لي خطر أنا بأثناء القيادة؟ طلاء السيارة بشكل ملفت للنظر؟ لا، فوسفوري أحمر ما بتفرق. ضبط المصابيح الأمامية للسيارة إلى الأعلى أكثر من اللازم، هذا بيبهر أنظار الجايين بالجهة المعاكسة كمان بيسبب خطر. بسبب العجلات المتهالكة أكيد، هي أول شيء المفروض بشكل دوري نغير الدواليب وهيك، سبب العجلات المتهالكة أكيد هذا بيسبب حوادث مرورية. نجي على السؤال الثامن، ما هي العلامات التي تنذرك أثناء القيادة من التعب؟ أنا عم أسوق، في علامات أني أنا بدها تظهر علي، بدها تشعرني أني أنا تعبانة والمفروض أتوقف عن القيادة وما سبب للآخرين حوادث. التثاؤب المتكرر أكيد هذا نتيجة النعاس. مدة التجاوب القصيرة، لا طالما أنا عم بتجاوب بشكل مبكر لا هذا ما هو صحيح. ثقل الجفون مثل تجيني الكبوة إذا أنا بدي نام، فهذا الشيء غلط، ما لازم أنا أتصرفه مظبوط. هلا بنيجي للسؤال التاسع، ما هي العواقب الناتجة عن تجاهل علامات التعب؟ إيه أنا بدي ضل عم أسوق وأتجاهل إني أنا تعبانة، أو هدول شو هي العواقب اللي بدها تصير؟ النوم لثواني، هون بصير عنا كارثة، نمنا أثناء القيادة، أخطاء في القيادة أكيد لأني بصير قلة التركيز عندي، أخطاء في القيادة، نقص بالتركيز كمان، هدول الثلاثة هن صحيحات، بصير عندي أخطاء، بصير عندي نقص في التركيز. مظبوط. نيجي للسؤال العاشر،
ماذا عليك القيام به إن شعرت بالتعب أثناء القيادة؟ حسيت بالتعب، كيف لازم أنا أتخلص من هالمشكلة؟ الاستماع إلى موسيقى منشطة؟ لا، هذا ما بيروح لي. أخذ استراحة على الفور؟ طبعا بأخذ استراحة، برتاح من القيادة. المشي في الهواء الطلق؟ طبعا بتعرض للأكسجين، بنشط الجسم، بنخلص من حالات التعب. هدول الجوابين صحيحين. ما تأثير التعب على القيادة؟ أنا عم أسوق وأنا تعبانة، شو بيأثر هالتعب على القيادة؟ استجابة متباطئة، أكيد ما بقى بصير عندي ردود فعل قوية، ضعف بالتركيز، لكن لأني أنا تعبانة فما بيكون تركيزي على يعني أثناء القيادة، بدنا نكون عم نسوق مثل الرادارات بكل الاتجاهات. أكيد التحديد من الإدراك الحسي، بصير عنا التعب التحديد للإدراك الحسي. والله هذا ما بعرف، بس يمكن إدراكنا الحسي بده يصير قليل شوي لنتأكد منه. مظبوط، التحديد من الإدراك الحسي. هلا، ما هي الأمور التي قد تتسبب في حدوث مواقف خطيرة؟ في أمر بيؤدي إلى حدوث مواقف خطيرة. تشغيل الأضواء بالنهار؟ لا، هو ما لازم نحنا نشغله بالنهار، بس شو هاي؟ تشغيل الأضواء بالنهار؟ لا، ما هي سرعة غير مناسبة للظروف. أكيد هاي السرعة، أي شيء سرعة زائدة أعلى من حدها كذا، بتتسبب دائما بحدوث مواقف خطيرة. مركبات توقفت عن السير؟ مظبوط، كمان هون بيؤدي إلى حدوث خطر، كانت يعني ما بقى بده يصير الطريق بشكل طبيعي، حركة السير عليه. مظبوط، توقف مركبات عن السير. ما الذي قد يتسبب في الخروج عن الطريق؟ هلا أنا ماشي، شو اللي بيتسبب بإني أخرج عن الطريق؟ إني مثل أعمل حادث، التعب أكيد، وإني التهي بمحادثة أو التهي بشجار أثناء السيارة، أكيد بيلتهي عن أي شيء، السهو كمان نتيجة نعاس، نتيجة كذا، كمان هالحالة، هدول الثلاثة ممكن إني أنا أخرج عن الطريق. لازم أتجنب التعب، الالتهاء، السهو. هلا ما الذي يجب توقع حدوثه عند الاقتراب من الأطفال؟ هلأ هون في بدي ألفت نظركم لشغلة، نحن طالما عم ندرس هالأسئلة، بس إنه شفنا أطفال، ركاب دراجة هوائية، راكب دراجة نارية، راكب كذا، بدنا نتنازل عن كافة حقوقنا وممتلك وشغلة ويعني بدنا نتنازل عن كل شيء في سبيل إنه هن سلامة، هندي بخصوص سلامتهم، ونتوقع أي شيء خاطئ منهم، ولحتى نقدر إنه نتوصل إلى قيادة سليمة أثناء قيادتنا للسيارة. سلوك الأطفال بشكل يتم عن الوعي بقوانين السير؟ لا أبداً، سلوك الأطفال نحن بدنا نتوقع دائماً أخطاء من الآخرين، فهن ما عندهم وعي بقوانين السير، وهذا يعني هن أطفال، يعني هذا الشيء طبيعي. رد فعل سريع وصحيح من قبل الأطفال؟ أكيد كمان لا، هني أطفال ما رح تكون ردود فعلهم، شافوا سيارة، شافوا كذا، ممكن ما يقوموا بأي شيء يعني يؤدي لسلامتهم. سلوك الأطفال بشكل طائش، أنا هذا دائما لازم أتوقعه، إنه سلوك الأطفال طائش، وإنه هني ردود فعلهم ما أنا سليمة. مظبوط، سلوك الأطفال دائما هو طائش، ممكن قدام سيارة يمر لحتى ياخذ الطابة تبعيته، ما نعرفاش بده يصير فيه. ما هو السلوك المتوقع صدوره عند الأطفال عند ممر الراجلين؟ ممر الراجلين هو ممر المشاة. أنا جيت عند ممر الراجلين، شو هو السلوك المتوقع؟ أن يقدروا المسافة بينهم وبين السيارات القادمة وكذلك سرعتها بشكل صحيح. ما شاء الله، لا رح يقدروا ولا رح يفكروا وراي ينتظروا على جانب الطريق، هاي الشغلات ما بيقوموا فيها الأطفال نهائيا. أن يعكسوا طريقهم على ممر الراجلين وأن يرجعوا دون سبب واضح، بوصلوا نص الطريق وبردوا بيرجعوا، هذا عادي. أن يقوموا بالجري على ممر الراجلين دون الانتباه إلى حركة السير، بيروحوا بركضوا، شافوا ممر مشاة، يلا إنه في إشارة خضراء، في لازم المر، أنا لازم، ما عندهم أي انتباه إلى حركة السير، فهذا بيؤدي إلى حدوث حوادث. إن شاء الله ما يصير أي شيء لأي طفل. كيف يجب عليك التصرف؟ هلأ أنا قائد عم أقود سيارتي، أطفال على اليمين، طفل على
على الشمال، بدي أتوقع منهم قبل ما أشوف أي سؤال إنه هدول بدهم ينزلوا على الطريق وبدهم يلعبوا وبدهم ما شايفين إنه قدامهم سيارة أبداً. شو أنا لازم أتصرف؟ مواصلة السير بنفس السرعة كي لا تعرقل حركة المرور خلفك، لا سلامة الأطفال هي الأهم، فما بواصل السير. مواصلة السير بنفس السرعة لأن الأطفال سيتوقفون حتما، أن الأطفال بيعتبرون أنه ما عندهم أي دراية ولا بيوقفوا ولا عارفين شو صاير حواليهم. لا، الفرملة بشدة والبقاء مستعدا للفرملة. طبعا الفرملة بشدة والبقاء مستعدا للفرملة لأنه هني أنا بحالة، الأطفال بحالة خطر، هون عم يلعبوا على طريق سيارات. ما الذي يجب أخذه بعين الاعتبار في حالة وجود أطفال ينتظرون عند الإشارة الضوئية؟ أنا في عندي أطفال وناطرين إشارة ضوئية، شو لازم أخذ بعين الاعتبار؟ سينطلقون حتى لو كانت إشارة المرور الضوئية حمراء لأنهم لا يريدون الانتظار طويلا. أكيد حتى بنتوقع منهم كونهم هن أطفال، إشارة حمراء انطلقوا أدت إلى حوادث مرور. سينطلقون بمجرد أن تتحول إشارة المرور الضوئية الموجودة في اتجاه سيري من الأخضر إلى الأصفر، سينطلقون مزبوط أكيد كمان هالحكي. سيدفعون بعضهم البعض على طريق السيارات، كمان بدهم يمزحوا بدهم يلعبوا مع بعضهم، هذا بيدفش التاني. فأكيد يعني هلأ الأطفال لا بتستنى ولا بتطلع ولا بتنتبه ولا كذا، وأنا رح أعمل هالاحتمالات هي كلهم لأدي إلى سلامة مرورية. سؤال 18، ما الذي يجب توقعه لحظة انتهاء طريق الدراجات كان يستعمله مجموعة من الأطفال؟ في عندي أنا طريق خاص لسير الدراجات، انتهى الطريق والطريقة لأطفال، شو بدهم أنا، شو بدي أنا أتوقع؟ هي الرؤية المستقبلية لقيادة السيارة. سيدخلون إلى طريق السيارات بأسلوب شاسع، أي مظبوط ما رح ينتبهوا. سينزلون من الدراجة وينتظرون إلى أن يخلو الطريق كليا. هلأ في ربما الأطفال البالغين يعني ربما يساوي هيك، بس أنا بدي دائما أتوقع أي شيء سيء، لا ما رح ينزلوا ولا رح يتأكدوا ولا رح يقوموا بأي عمل يحفظ سلامتهم. أنا اللي هيك لازم أتوقع. سينتقلون دون تردد إلى طريق سير السيارات، يلا خلص الهي بدهم ينقل بدون ما يفكروا، بدهم ينطلقوا لطريق سير السيارات. أكيد ربما هيك يساووا. فبهالحالة هلأ السؤال رقم 19، ما هو التصرف الصحيح هنا؟ ركاب عم يطلعوا على الترام وأنا بالسيارة ورا الترام، لنشوف هلأ كيف لازم أتصرف بشكل صحيح. يسمح بمواصلة السير يمينا بأسرع من سرعة المشي إذا كان هذا الأمر لا يشكل خطراً أو عرقلة لأحد. مين بيقصد الخطر ومين بيقصد العرقلة لأحد؟ فهذا هون الجواب ما واضح، فخطأ. على الركاب السماح لحركة المرور بالمتابعة قبل ركوبهم، يعني الركاب هن بدهم يتحملوا مسؤولية حركة المرور، هذا الشيء أكيد غلط، الركاب بدهم يطلعوا على الترامب وبس. يسمح بمواصلة السير يميناً بسرعة المشي إذا كان هذا الأمر لا يشكل أي خطر على الركاب أو يعرقلهم. هلأ نحن دائما بالحافلات بدنا نمشي دائما وراء الحافلات أو وقت بدنا نتجاوز بسرعة المشي، والشرط الثاني أني أنا ما سبب أي خطر لإلي أو للركاب أو لحركة السير. فهذا هو الجواب الوحيد اللي صح مظبوط. هلا بيجي على السؤال رقم 20، ماذا يجب أن تراعي في هذا الموقف؟ باص مدرسة، حافلة قدامنا، مشغلة أضواء التحذير، أضواء التحذير، وحركة سير، يوجد حركة سير معاكسة ولافتات على الطريق. هلا نشوف هن شو المطلوب الأسئلة مننا. يحق لك تجاوز الباص بسرعة المشي إذا كان هذا الأمر لا يشكل أي خطر على الركاب. هي هون إجابة صحيحة.
هلا يحق لك تجاوز الباص طالما هو يسير؟ لا، هذا ما بحق لك. عدم تجاوز الباص طالما هو يسير، هي إجابة صحيحة. نحن الباص كتير بدنا نتعامل معه، وخصوصي طلاب المدارس أو وقت اللي بيطلعوا أثناء صعودهم أو نزولهم أو حركة سير معاكسة. هو الأفضل إني أضل ورا الباص لحتى يمشي، أو إذا بتجاوزه بسرعة المشي بكل حذر وبكل انتباه. فهي الإجابة صحيحة. سؤال رقم 21، ماذا يجب أن تضعه في الحسبان عند عبور كبار السن بعكازاتهم على الطريق؟ هلأ أنا عندي أشخاص مسنين عم يعبروا الطريق، شو بدي أحط بالحسبان؟ أن يعبروا الطريق ببطء، عدم مقدرتهم على المشي، هذا صحيح. أن يتوقفوا في وسط الطريق، ما بقى يقدروا يكملوا كونهم كبار بالسن، هذا أنا كمان بتوقعه. أن يرجعوا أدراجهم في وسط الطريق، كمان ممكن أنه بنص الطريق يغيروا رأيهم ويرجعوا. هن كبار بالسن مثلهم مثل الأطفال، بدنا نعاملهم. فهدول الإجابات رح تكون صحيحة. سؤال رقم 22، يسير شخص بكرسيه المتحرك على الشارع رغم وجود رصيف مشاة على طرفه، كيف تتصرف؟ هلأ معناته في عنا شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة ماشي على الكرسي المتحرك، ماشي على الشارع مع أنه في رصيف وخاص للسير لإله، وأنا بسيارتي، كيف بدي أتصرف أنا معه؟ أتجاوزه مع الحفاظ على مساحة جانبية كبيرة، لأن علي أن أضع في الحسبان حركات انحراف. أنا بقدر أتجاوزه وبخلي المساحة الجانبية كتير كبيرة بيناتنا، لأنه ربما هو يجي على طرف اليسار ينحرف الكرسي. ونبه الشخص بالزمار على تصرفه الخاطئ. لا، أنا الزمور ما بستعمله أبدا مع الأشخاص، مع الحيوانات فقط. أسير وراءه حتى تسنح لي فرصة لتجاوزه. كمان هي يعني كمان هذا الشيء بساوي لحتى بضل وراء، ما بزمر وراء أبدا لحتى بتجيني الفرصة وبعدين بتجاوزه. مظبوط. هلأ سؤال رقم 23، يعجز شخص على كرسي متحرك عن الصعود فوق حافة الرصيف للوصول إلى الممشى بعد عبوره الشارع، كيف تتصرف؟ شخص فوق كرسي متحرك قطع الشارع عبره، بده يطلع على الرصيف ويمشي على الرصيف، بس للأسف ما نوع عم يقدر يطلع بالكرسي على ممشى اللي لازم يمشي عليه. وأنا شو بعمل؟ بتوقف وبشعل أضواء التحذير، هذا التصرف الأخلاقي اللي لازم نتصرفه، وانزل من السيارة وساعده الشخص المقعد، بساعده ليرفع كرسي ليمشي على ممشى المخصص لإله، وزمر وأواصل السير. لا، الزمور اتفقنا أنه هو ممنوع استعماله نهائيا، صحيح. هلأ عند أي شخص تتوقع إعاقة بصرية شديدة؟ هلأ عنا نحن 3 أشخاص وعنا الرؤية المستقبلية، في مرأة وفي طفل وفي شخص مبين، الرجال اللي حاطت قدامه العصاية، ومجرد نحن شفنا هيك لوحة معناته هذا معه إعاقة بصرية، ولازم أنا هذا حطه بالحسبان أثناء القيادة كمان مشان ما نعرض الحياة للخطر. كيف يجب عليك أن تتصرف؟ أنت ماشي بشارع إلك أولوية المرور، في شخص عم بيجر الكلب وعم يعبر الشارع، كيف يجب عليك أن تتصرف؟ التواصل معه بالنظر؟ لا، شو بدي بس اتطلع عليه أنا عم مسوق؟ السماح للرجل بعبور الشارع؟ طبعا بدي اسمح له أنه يعبر الشارع مشان السلامة المرورية، بتوقف أنا وبتنازل عن حقي وبسمح له أنه يعبر الشارع، ويا دار ما دخلك شر. صحيح. ما الذي يجب توقعه؟ هلأ حافلة متوقفة، كمان الاتجاه الشارع لليمين ولليسار. هلأ شو أنا هالحافلة وأنا وراها بالسيارة، شو بدي أتوقع أنا بهالموقف هذا اللي تعرضت له؟ الحافلة تسير فجأة إلى الوراء؟ لا، خلص الحافلة أخذ يمينة ولا ما بصير هالشيء. أشخاص يركضون من اليسار،
عبر الشارع للوصول إلى الحافلة. صحيح، شافوا الحافلة بدهم يركضوا ويطلعوا على السريع بالباص. بتوقع أنا هالشي هذا. أشخاص يعبرون الشارع أمام الحافلة، كمان نزلوا من الحافلة بدهم يعبروا الشارع، ممكن هني يجوا بوشي وأدي إلى حوادث مرورية. فهذا الشيء أنا لازم أتوقعه وأتجنبه كمان. صحيح. هلأ السؤال 27، ما هي المخاطر الذي يجب توقع حدوثها؟ أنا ماشي على الطريق، سيارة ومشاة وشارع فاضي، بس أنا بشو هي المخاطر؟ هي أكثر شيء راكبة الدراجة، الفتاة التي تركب الدراجة الهوائية سوف تستمر بقيادة دراجتها على طريق الدراجات الهوائية. اتفقنا أنه نحن نتوقع دائما الأسوأ، فهي ما هذا الشيء ما هو مزبوط، ما يعني ما لازم حط أي احتمال من هالاحتمالات هاي أنه هني يتصرفوا بشكل صحيح. لا، سوف تبقى واقفة كمان، لا سوف تسوق على طريق السير، لأن هذا لازم أتوقعه وحطه بالحسبان وإني أتجنب الحوادث المرورية، إنه هاي ركبة الدراجة بدها تنزل على الشارع وبدها تسوق على طريق السير. هلأ كيف يجب عليك أن تتصرف؟ طريق وفي راجلين على الرصيف، كيف يجب عليك أن تتصرف؟ مواصلة السير بنفس السرعة؟ لا، ما ممكن إنه ينزلوا. التهيئ للفرملة، بتهيئ للفرملة لأن احتمال ينزلوا من على الرصيف ويصيروا قدامي. مراقبة الأطفال كمان، إني أنا راقبهم وشوف هني كيف لازم نكون نحن عم نسوق بضمن برادارات نحن مشغلينها أثناء القيادة. ماذا يجب عليك أن تضعه في الحسبان؟ لندخل على الصورة. العداد السرعة على 50، السياق مزبوط، ضمن منطقة سكنية، قدامي منعطف على اليسار، قدامي راكبتين للدراجة. هلأ أنا شو الشيء اللي لازم حطه بحسابي أثناء القيادة؟ راكبة الدراجة الهوائية أمامي سوف تنعطف يسارا، أكيد لأنه قدامي مفرق لليسار، بتوقع أنا هيك. تسير على الجانب الآخر من الطريق، هي راكبة بهالدراجة وعم تتجول فيها على كيفها، كمان هذا لازم حطه بالحسبان. لن تعيقني في مواصلة السير، لا هذا جواب خاطئ، بدها تعيقنا وربما عدم انتباهنا يؤدي إلى حادث. صحيح. نجي هلأ على السؤال رقم 30، ما المخاطر المتوقعة؟ ندخل على الصورة. منطقة سكنية، السيارة عم تمشي بسرعة المشي، أطفال بنص الشارع عم يلعبوا بالكرة ولا مبسوطين، الله يهنيهم. هلأ لنشوف شو هن الأهدو. كل الأطفال ينتظرون على رصيف المشاة، إنه هن المخاطر متوقعة إنه أول ما يشوفوا السيارة بيوقفوا على الرصيف الأولاد، أكيد هذا الشيء ما رح يصير. بعض الأطفال يرجعون، بيرجعوا بيروحوا على الرصيف وبردوا بيرجعوا، هن عم يلعبوا. لا يغادروا الأطفال طريقة السير، طريق السير في الوقت المناسب، أكيد يعني أنا ما بتوقع من الأطفال إنه وقت اللي يشوفوا سيارة إنه هن يطلعوا على الرصيف ويستنوا ويغادروا الطريق بالوقت المناسب، فهذا الشيء أنا خطر ممكن إني اتعرض له وعرض الآخرين لإله. هلأ خلصنا من أول 30 سؤال. هلأ هون قدامنا لوحة، كيف عليك أن تتصرف؟ رح نضغط على هاللوحة هاي. في عندي أطفال، سيارات مركونة، حركة سير ضمن منطقة سكنية، أنا شو لازم أني أتصرف بهالحالة هاي؟ البقاء مستعداً للفرملة، هذا جواب صحيح. احتمال الأطفال، الطفل يصير قدامي بنص الشارع، فأنا بدي أبقى مستعد للفرملة. مواصلة السير دون تخفيض سرعة، لا ممكن أنا بحركة غير طبيعية للأطفال أني أتسبب لهم بحادث. تخفيض السرعة لغاية سرعة المشي صحيح من شان بهالحالة، حتى لو صار أي شيء من الأطفال ما نعرض حياتهم للخطر، فإنه نمشي نحن بسرعة المشي. هاي جواب صحيح. هلأ السؤال رقم 22، كيف عليك أن تتصرف؟ هلأ هون أنا طابة بنص الطريق، منطقة سكنية، ماشيين على الرصيف، يعني كل شيء طبيعي، بس أنا في عندي هالطابة بنص الطريق،
طالما أنا شفت طابة معناتها كل طابة كل كرة في وراها طفل، وممكن إني يصير لحادث لا سمح الله. تخفيض السرعة فورا لغاية سرعة المشي تجنبا للحوادث، هذا صحيح. المرور ومواصلة السير بدون تخفيض السرعة، لا طبعا، أنا في قدامي كرة وفي عندي احتمال أطفال. البقاء مستعدا للفرملة، هذا جواب صحيح، ممكن طفل يزهر فجأة وأنا فرمل فورا للحفاظ على سلامة الأطفال أو سلامة المشاة. مظبوط. ما هي المركبات التي يسمح لها بمواصلة السير فقط وبسرعة المشي وبشرط عدم تعريض الركاب لأي نوع من المخاطر؟ هلأ أنا في عندي بهاي اللوحة في عندي باص مرسوم عليه، هذا كأنه باص خاص لنقل طلاب المدارس، واقف على هالتشتلة يعني على محطة توقفه، وأنا سرعتي نظامية وضمن منطقة سكنية وكذا. هل لقينا مركبات بدنا مسمح لها إن تتجاوزه بسرعة المشي؟ هلأ بالنسبة للحافلات دائما دائما نبقى ماشيين بسرعة المشي، عدم تعريض الركاب للمخاطر، يعني المفروض كتير نحن نكون منتبهين أثناء تواجد الحافلات سواء الباصات أو لطلاب نقل المدارس، الحافلات الخاصة بنقل طلاب المدارس. كل المركبات التي تسير بنفس الاتجاه صحيح. هلأ بيجي شو بيقول، والله أنا من الجهة المقادمة اللي جاي بالاتجاه المعاكس والباص هو صافف على اليمين، بقول أنا مالي علاقة. لا طبعا، المفروض نحن سواء باتجاه سيرنا أو بحركة السير المعاكسة، طالما نحن شفنا باص واقف المفروض إنه نحن نمشي نبطئ لسرعة المشي، ونبقى مستعدين كمان للفرملة، ونبقى يعني أهم شيء نكون نحافظ على حياة الركاب اللي نازلين والماشيين القادمة كمان من الاتجاه المعاكس. جواب صحيح. كيف تتصرف في هذه الحالة؟ نشوف الصورة أول. أعمال حفريات، طريق، أخذ السيارة طريقة، ماشي بسرعة طبيعية، وصلنا على قدامنا تقاطع. كيف تتصرف في هذه الحالة؟ هلأ الإشارة خضراء معناتها الطريق أنا هادئ إليه. إجت الراكب الدراجة صار فورا على معبر المشاة، وهو لازم ما يعبر لحتى تصير الإشارة حمراء، فهو تجاوز حدوده. أنا شلون بدي أتصرف بهالحالة؟ طريق إلي والإشارة خضراء ولازم إني مر، وهو راكب الدراجة صار قدامي، أنا شو لازم أتصرف أنا بهيك حالة؟ بزمر وبتابع السير؟ لا، اتفقنا الزمور ممنوع، وإذا تابعت السير ممكن إني أدهسه. أجري فرملة طارئة، أكيد بدي أجري فرملة طارئة حفاظا على حياته. ونحن أخذ بالبداية إن نتوقع أخطاء الآخرين بشكل دائم ونتنازل عن حقوقنا، إلا هذا هو الطريق إلي. أزيد السرعة، بس إني زدت السرعة بدي يصير حوادث اصطدامات كتير، أكيد هالشي هذا لا، دائما زيادة السرعة فورا نهائيا بهيك حالات طبعا، إلا بالتجاوز لازم زيد السرعة. صحيح. سؤال 35. يسير طفل رفقة كلب مربوط بقيد على ممر الراجلين، هل يمكن أن ينجم عن ذلك خطر ما؟ أنا ماشي بسيارتي ولقيت كلب مربوط بقيد وعم بجره طفل، والطفل حتى هو ماشي على ممر المشاة، معقول ينشأ خطر ما؟ إيه ربما ينشأ خطر ما. إيه مات؟ أنا رح نشوف هاي الحالات. هلا أول شغلة، لا، لأن الكلاب تخاف من حركة السير، الكلاب ما بتخاف من حركة السير، ما فهذا الجواب خاطئ. قيمة الخطر، نعم بصير خطر إذا تخلص الكلب من القيد ثم لحق به الطفل. الكلب بطريقة ما خلص من الطفل ونزل على الشارع ولحق في الطفل، فهوني أنا ممكن بهالتصرف المفاجئ هذا إنه يصيب خطر بالطفل، تصير حوادث سير.
نعم، إذا انطلق الكلب إلى طريق السيارات بشكل مفاجئ وجر وراء الطفل، هذا كمان أكيد، فممكن هدول الشغلتين يتعرضوا للخطر. فمعناتها حتى لو كان الكلب مربوط وحتى لو على ممر الراجلين، بدنا نحن نتوقع ضمن الرؤية المستقبلية ممكن إنه الكلب يفلت من القيد يلحق الطفل، ممكن إنه الكلب بشكل مفاجئ ينطلق ويلحقوا كمان الطفل. فبهالحالة هاي لازم أكون أنا مستعد بتخفيض السرعة وإجراء عملية الفرملة الطارئة. ماذا يجب أن تراعي في هذا الموقف؟ لنشوف هذا الموقف. حافلة متوقفة على الطرف الأيسر من الطريق، الخط هون هو الخط هون، هذا خط مستقيم له شروطه، بكره بناخده، هذا ممنوع نتجاوز عليه او كذا، بكره هذا بيمرق معنا، وكيف لازم انا اتصرف في حركه مرور معاكسه. لنشوف شو هي الاحتمالات اللي انا لازم اتصرف فيها. يسمح لك، بيسمح لي بالمرور ومواصله السير اذا كان هذا الامر لا يشكل اي خطر على الركاب. نحن هذا هو هدفنا، انه ما نشكل اي خطر على الاخرين، مسموح بالمرور ومواصلة السير فقط بسرعة المشي. طبعا دائما بوجود الحافلات بدنا نمشي بسرعة المشي، وبدنا نبقى مستعدين للفرملة بأي يعني بشكل مفاجئ، نبقى مستعدين للفرملة. لا يسمح لك بمواصلة السير على الإطلاق، لا، بقدر أنا أمشي طالما هو بالطرف المقابل وفي خط مستقيم بيناتنا ممنوع أنه يتجاوزوه، وطالما أنا بسرعة المشي وطالما مانع الأمر الآخر إني مانع عم سبب أي خطر للركاب، فأنا بحق لي ضمن هالشروط هاي إني تابع مسيرة. نتأكد منه مظبوط. هلأ سؤال 37، ما الصحيح في هذا الموقف؟ لا يسمح للسيارات القادمة من الاتجاه المعاكس أن تمر من أمام الباص إلا بحذر. صحيح، هاي هون الباص واقف وهي السيارات بالطرف بالجهة المعاكسة بالنسبة للطريق سيري، ما بيسمح للسيارات القادمة إلا من تمر من أمام الباص بحذر، أكيد حفاظا على سلامة الصاعدين والنازلين من الباص. لا يسمح لك أن تمر من أمام الباص إلا بحذر، كمان بدنا نمر لازم بحذر شديد وبسرعة مشي، و لا حاجة لك للتركيز بشدة على الباص إذا كنت تسير في حركة المرور المعاكسة. لا، اتفقنا أنه نحن بالنسبة للباصات والحافلات سواء على حركة مرورنا أو على حركة الاتجاه المعاكس، نحن المفروض أنه نكون عاطين انتباهنا ونحقق الشروط هاي. ما الصحيح في هذه الحالة؟ لنشوف الصورة بشكل صحيح. باص، هل تشتلي باص لنقل طلاب مدارس، وطريق باتجاه واحد، طريق باتجاه واحد يعني ما في عندي حركة سير معاكسة، وماشي بالسرعة 30، سرعة 30 يعني كله طبيعي. شو هو هلأ الصحيح أنا بدي أتصرفه بهذه الحالة؟ يسمح للمركبات على المسار الأيسر يتجاوز الحافلة بدون حذر خاص. لا، المركبات حتى لو على المسار الأيسر بدها تتجاوزه بحذر وبسرعة مشي وبكل تطبق كل الشروط، حتى لو حتى كانت هي على الطرف الأيسر. الصحيح إنه هذا الجواب خاطئ. يجب التوقف على كلا المسارين إذا كانت متابعة القيادة قد تعرض الركاب للخطر. طالما أنا في أي شيء إنه يعرض الركاب بالخطر، فبهالحالة أنا لازم أتوقف سواء كان على مساري أو على المسار الآخر. المهم بالنهاية هدفنا هو الحفاظ على سلامة الركاب. يسمح بتجاوز الحافلة بسرعة المشي كحد أقصى على كلا المسارين، هذا جواب صحيح، سواء بمساري أو بالمسار الأيسر أو بالجهة المعاكسة أو كذا، دائما الحد الأعلى لتجاوز الباص هي سرعة المشي. صحيح. في منطقة سكنية تدحرجت كرة أمام سيارتك،
كيف يجب أن تتصرف؟ أنت ماشي بمنطقة سكنية ولقيت كرة عم تتدحرج قدام السيارة، كل كرة وراء طفل، مفروض أنا أم أجري بعملية الفرملة فورا، متابعة السير لا طبعا، وربما طفل يظهر قدامي، التفادي كمان لا، دائما ما بحاول أني أتفادى، لأن هلأ التفادي هو إذا كان لليسار أو لليمين ممكن أن يكون في، لا ما يعني ما بنتفادى، ربما إذا أنا رحت لليمين ربما يكون الطفل يجي عن يميني، لا طبعا هذا لا. فبهالحالة هاي بس أنا بقوم بعملية فرملة طارئة وقت شفت الكرة قدامي عم تتدحرج. أنت تقترب من أطفال يلعبون على طريق مشاة، كيف يجب أن تتصرف؟ بطريق هو للمشاة، الأولاد عم يلعبوا، كيف أني أنا لازم أني أتصرف؟ الإبقاء والإبطاء والبقاء مستعد للفرملة، هذا دائما أول ما منشوف أي أطفال بدنا نبطئ ونستعد للفرملة نتيجة تصرفهم الأهوج أو عدم تركيزهم. التزمير ومواصلة السير، اتفقنا التزمير ممنوع وأنه نواصل وأطفال عم يلعبوا أكيد لا. مواصلة السير بنفس السرعة كي لا تعرقل حركة المرور خلفك. هلأ نحن هدفنا أنه نحافظ على سلامة الأطفال اللي عم يلعبوا حتى لو تعرقلت حركة السير، لا ما بواصل بنفس السرعة، ببطئ وببقى مستعد للفرملة، وهذا هو تصرفي الصحيح. فبهالحالة هاي منحافظ على سلامة الأطفال. جواب 41 من السؤال، هل عليك السير ببطء؟ هلأ هوني حافلة ماشي أنا بسرعة 50 السرعة ضمن المدينة، وقف الباص عم يطلع عليه الركاب، أنا عم بتجاوزه بسرعة المشي، لهلأ اجيت في هون ركاب عم بدهم يعبروا الطريق، هل عليك هنا السير ببطء وعلى استعداد للفرملة؟ نعم، لأن الباص سينطلق فورا. لا، الباص هني عم بينزل ركاب والطلاب عم يطلعوا للباص، لا ما بده ينطلق فورا، هالجواب خاطئ. نعم قد يقطع أناس لا علاقة لهم بالباص الشارع، مظبوط هن بدهم يقطع الشارع وهو ما بينتبهوا انه هو ممكن انه يعجب الرؤية. نعم قد يقطع الركاب الشارع امام الباص، نزلوا من الباص وكمان قطعوا الشارع وانا جاي بالجهة المعاقبة بدي يصيروا هن قدامي وممكن يؤدي هذا الى حوادث اصطدام، فهدول الجوابين صحيحات. هلأ هون الحركة ترام وبدون يطلعوا الركاب، بدون يطلعوا على الترام لنشوف بقى، أول حركة الماشي بسرعة المشي لنشوف لماذا لقد توقف الترام على محطة التوقف الآن، ما هو التصرف الصحيح؟ أنا ماشي والترام بتوقف على المحطة، لقد توقف الترام على محطة التوقف، ما هو التصرف الصحيح بخصوص الركاب الصاعدين والنازلين؟ يسمح بتحذيرهم بالبوق؟ لا، الراكب بده يطلع للترام، ممنوع انه نحن نحذره بالبوق، فهذا تصرف ما هو صحيح. لا يسمح بعرقلتهم، اكيد هن بدهم يطلعوا على الترام، فهذا انا ما مسمح لي كوني سائق سيارة اني اعقلهم بطلعتهم على الترامب. لا يسمح بتعريضهم للخطر، أيضا كمان ما بسمح لهم، لا عيق حركتهم ما مسموح لإلي ولا عرض حياتهم للخطر. المفروض أنه يكون هدفنا أنه الركاب تطلع بشكل سليم وبشكل عدم إزعاج وبشكل عدم تعرضهم أو آخر تعرضهم للخطر. لماذا يجب عليك الإبطاء هنا؟
ليش يجب علي الإبطاء هنا؟ نشوف شو الطريق باتجاهين سيارة. طفل قطع الشارع قدامنا. حركة سير معاكسة. لماذا يجب عليك الإبطاء هنا؟ في هون طفل، في هون طفل عم بيحاول إنه بده يعبر من قدام السيارة، بده يعبر الشارع قدامي. فأنا لماذا يجب عليك؟ بسبب الطفل. إيه؟ لأنه هو هون هلا بده يقطع الشارع. الدراجة النارية، ما في دراجة نارية. سيارة الدفع الرباعي، سيارة الدفع الرباعي هي ماشية بالجهة المعاكسة لإلي وأخذ الطريقة بشكل طبيعي، فهي ما يعني ما لازم بسببها إني بطئ السرعة. فبهالحالة هاي هو بس فقط بسبب الطفل. ارجع عدلكم إياها. هاي طريق للدراجات الهوائية، شارع له أولوية مرور، في سير بالاتجاه المعاكس. هذا قطع قدامنا، طريقته خاطئة. هلأ هذا الطفل عم يرقد وبده يجي بسببه. لا خلص، رجعنا مرة ثالثة. هذا هو بسبب الطفل فقط. لازم اني انا بقوم بعملية الابطاء بالنسبة لسرعة السيارة. لماذا يجب عليك هنا القيادة ببطء وان تكون مستعدا للفرملة؟ هاي اللوحة قدامي، سيارات، منطقة سكنية، سيارة وقفت قدامي وعم بدها تنزل ركاب. هلا انا تجاوزت بسرعه المشي، اجى قدامي طفل كمان. لماذا يجب عليك هنا القياده ببطء وان تكون مستعدا للفرمله؟ لان حاله حركه المرور غير واضحه. فعلا ما انا واضحه، سياره عم تصف، عم تنزل ركاب، سيارات مركونه على الطرفين، حاله حركه المرور ما انا واضحه. فبهالحاله انا هذا مفروض اني اسير ببطء واني مستعد للفرمله. لأن السيارة السوداء تنطلق، هي السيارة السوداء ما نعم تنطلق، واقفة بعملية الوقوف بس من شان تنزل الركاب، تاخد يمكن هون مسمح لها بس فقط 3 دقائق. لأن هناك طفلا يسير على الشارع، أنا هون هاي أكتر شيء ابقى مستعد للفرملة بشكل حافظ على حياة الطفل. فهدول إجابتين صحيحين. كيف ينبغي أن أتصرف؟ منطقة سكنية، سيارات مركونة، أم واقفة بالطرف المقابل، هون الطفل راكب لعبة بسكليت صغيرة. كيف أنا لازم وصلت أنا سرعتي 30 كيلومتر؟ إنه شلون لازم هلأ بقى أتصرف بهيك حالة، بهالطفل اللي بده يعبر الشارع وأمه بالطرف المقابل؟ أبقى مستعدا للفرملة، هذا الشيء الصحيح من شان تجنب أي حادث. الاستمرار في القيادة بدون تخفيض سرعة مستحيل. تخفيض السرعة إلى سرعة المشي كمان لازم أمشي بسرعة المشي، وإني أبقى مستعد للفرملة لتجنب الخطر في مثل هذا الموقف أنا يلي تعرضت لإله. أكد صحيح. أنا سؤال